السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أجيال الأندلس. النهاردة خبر قنبلة. الحقوا التعيينات الجديدة، في تعيينات جديدة يا جماعة، وده الخبر. وتابعوا قناة أجيال الأندلس أول بأول عشان تعرفوا إيه مصير المسابقة دي. هنشوف أهو تفاصيل مسابقة 1500 معلم 2018. عمل البنا موعد التقديم المسابقة لم يحدد، فعلا لسه ما حددوش مواعيد المسابقه. الاوراق وتخصصات طرق التقديم اللي هنعملها ايه، هنجيب كل التفاصيل المسابقه، وظائف المعلمين الجديده الخاصه ب 1500 معلم، ازاي التقديم، الاوراق المطلوبه ايه عشان تجهز نفسك اول باول عشان نشوف ايه اللي حصل. وزاره التربيه والتعليم اعلنت ان التقديم بها وذلك بعد انتهاء من حصر عجز، عملت حصر لقيت فيه عجز عندها في بعض المواد وبعض الزياده، تبين حاجه الوزاره الى 1500 معلم على مستوى الجمهوريه. هتقوم بعمل مسابقة عشان تقدر تفاضل بين المتقدمين الحصول على وظيفة معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم. ايه التخصصات المطلوبة في مسابقة 1500 معلم؟ ياريت كله ينشر الخبر عشان تعم الفائدة. اعلنت وزارة التربية والتعليم عن التخصصات المطلوبة في مسابقة التعليم لسد العجز، وهي اول حاجة لغة عربية، 2 لغة انجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية، لغة فرنسية، حاسب آلي، تربية فنية. وذلك أن العجز صارخ وفي جميع الأقسام، وسوف تقوم الوزارة قريبا بنشر أعداد المطلوبة في كل مادة من أجل مصداقية المسابقة، وإحنا معاكي للآخر. أي حاجة هتنزل على المسابقة هتلاقوها على قناة أجيال الأندلس إن شاء الله. طب أجهز نفسي إزاي؟ الأوراق المطلوبة إيه؟ عاوز أخش المسابقة دي؟ كله بيتساءل يا ترى مين اللي هيقدم؟ خريجي كلية التربية، كلية تجارة، كلية علوم، وغيرها من الكليات هيكون لهم نصيب في التقديم لهذه المسابقة. الأوراق المطلوبة عشان يتم توظيف 1500 معلم، هنقدم ايه الأوراق المطلوبة عشان تقدر تحضرها عشان تقدر تساعد. طيب ايه الأوراق المطلوبة يا سيدي؟ كله بيتسأل اهو. الأوراق المطلوبة اللي هنقدمها لهذه المسابقة عشان الوقت ضيق وضروري تجهز الكلام ده كله، اول حاجة هيتم فيه الترشيح بعد كده. المهم اختيار المعلمين وضمن متقدمين هذه الأوراق ما يلي: شهادة المؤهل الجامعي، ويفضل ان يكون تربوية، وشهادة تربوي لغير مؤهلات تربوية. يعني لو انت خريج اداب وخدت سنة تربوي بتجيب الشهادة الدلع كده، لو انت خريج تربية يبقى معاك لسانس اداب وتربية، مش محتاج انت تجيب شهادة دي، يبقى انت بتجيب شهادة المؤهل الجامعي. شهادة المادة الكمبيوتر ماشي، ده موجود. صورة بطاقة الرقم القومي موجود، تكون سارية ما تكونش قديمة، ولن يتم قبول بطاقات المنتهية، خلي بالك من دي عشان ما تقعدش تعطل نفسك. صحيفة الحالة الجنائية اللي هو الفيش بتاعك بتكون حديث، بشرط ان لا يكون مر عليه اكتر من 3 شهور، لازم يكون حديث. شهادة خدمة عسكرية للرجال، ويفضل ان تكون قدوة حسنة. اقرار الذمة المالية من البريد، استمارة 103 عن حق من المديرية، استمارة فحص طبي من التأمين الصحي نموذج 111، استمارة 105 تأمين ومعاشات من المديرية، شهادة تأهيل بالنسبة لذوي الاحتياجات واللي بتفيد نسبة الإعاقة من الشؤون الاجتماعية. طيب دي الأوراق المطلوبة. ايه الشروط؟ ايه الشروط القبول؟ في أسس القبول بالمسابقة، فمن لم تتوفر به الشروط لن تقبل أوراق، يعني ما يرش يقدم. ولكن ليس شرطا أن تتوفر كل الشروط، ولكن ستكون الأفضلية المؤهل التربوي. أول حاجة لازم يكون مؤهل تربوي، التقدير الحاصل عليه المتقدم دي تاني حاجة، بعدها الكليات الغير تربوية ولكن مع مؤهل تربوي، وأخيرا الكليات الخاصة بتخصص الأدب. طب المؤهلات المطلوبة إيه؟ على حسب 1500 معلم: كلية تربية بقسميها عام وأساسي، كلية دار علوم مع شهادة تربوية، كلية علوم مع شهادة تربوية، آداب شهادة تربوية، ألسن مع شهادة تربوية، حاسبات مع شهادة تربوية، تجارة مع شهادة تربوية، حقوق في حالة الحاجة إليهم في الإدارة التعليمية. ده بالنسبة للمؤهلات المطلوبة. طب الموعد إمتى؟ موعد المسابقة عشان برضو يبقى عندنا كل حاجة. موعد المسابقة عشان نبقى عارفينها في 1500 معلم وفي سنة 2018 مقرر عقد المسابقة خلال الأسابيع القليلة القادمة وقبل بدء العام الدراسي، يعني احنا في الأيام اللي احنا فيها دي، وذلك في محاولة سد العجز في المدارس قبل بدء العام الدراسي، وذلك من أجل تغطية كافة الحصص في المدارس وعدم التسبب بتوقف الأعمال التعليمية. ماشي. بتقدم فينا سيدي؟ أين يتم توظيف المعلمين في مسابقة التربية؟ أنت بتروح تقدم في مكان التقديم، بس أنت بقى خلي بالك من دي، هيتم تعيين المعلمين المختارين، يا خلاص أنت تعيين تو في المسابقة على حسب مناطق العجز، ما تقولش بقى أنا عاوز جنب بيتي الكلام ده كله، ده بعدين الكلام. والزيادة، وذلك لأنهم مختارين لسد العجز بعد رجوع معلمي مسابقة 30,000 معلم إلى محافظاتهم، وذلك من المتوقع أن يذهب المعلمين المختارين إلى مدارس محافظات أخرى غير محافظتهم، يعني خلي بالك ممكن يجي لك المكان في محافظة غير محافظتك. أين يتم توظيف المعلمين في مسابقة التربية والتعليم؟ سيتم تعيين المعلمين هم على حسب مناطق العجز والزيادة، ذلك لأنهم مختارين لسد العجز، بنقولها تاني.
لان المسابقه 30,000 معلم كل واحد راح محافظته، وعشان كده بقى في عجز، فعشان كده ممكن تتوظف خارج محافظتك. الحق التعيينات الجديده، انشر خبر حتى تعم الفائده، وقول لاصحابك وقول لجيرانك وقول لكل واحد خريج تربيه، خريج علوم، خريج تجاره، اللهم بلغت اللهم فاشهد. اتمنى لكم دايما التوفيق والنجاح، وان شاء الله من تقدم وتقدم. تابعوا واشتركوا في قناه اجيال اندلس حتى يصل لك كل جديد ان شاء الله. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هيبقى الرابط لو فيه رابط للمسابقه هحط لكم تحت الفيديو ان شاء الله او في اول تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله، في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.